عيد الهالوين يلي معروف انه هو عيد تمارس طقوسه بامريكا وكندا وبريطانيا والدول الاوروبيه. وجرت العاده انه بيجوا اولاد الحي بدقوا ابواب البيوت وبيقولوا كلمه حيله او حلوه، وهون صاحب البيت يا بيعطي الاولاد حلويات يا بيخليهم يلعبوا لعبه ويعملوا حيله، ومن طقوسه كمان الحفلات التنكريه يلي بيعملوها، فكل واحد بيصير يعمل شكل مرعب او شخصيه كرتونيه او بطل خارق. وطبعا نحن دائما لازم نكون بالحدث ونواكب اي عيد بيصير لنا علاقه فيه او ما لنا علاقه. وعن جديد صاير عدد كبير من الشباب والصبايا بيعملوا اشكال مرعبه بوشهم وبيتمكيجوا بطريقه بتفزع، وبيجتمعوا بمكان محدد على اساس هو مكان الحفل، ببلشوا يتصوروا على السوشيال ميديا. هاي الصور بتتصور لحتى توصل رساله انه نحن متحضرين، نحن عم نحتفل بعيد ما بنعرف عنه شيء غير اسمه. فنحن فوق ما الواقع اللي عم نعيشه بفزع لسه جايين بوجوهنا نفزعكم أكثر. خلونا نشوف الصور والفيديو وبعد نشوف شو حكوا الناس عن هذا الموضوع. تلاعب بالعقول، كل هالمواقع تلاعب بالعقول، إلها انحرافات عن الشيء السليم بحياتنا. وين العالم وين؟ هي حفلة تنكرية أو ما شابه هيك شيء، بس كثير حلوين يعني، إنه بس مو مجتمعنا حاليا نحن، بس إنه هي كفكرة حلوة يعني. سمعان بعيد اسمه عيد الهالوين؟ لا والله ما نسمعان. ما مر معك؟ لا. هدول في كتير على السوشيال ميديا عم يتصوروا هيك صور، يحطوا هذا المكياج المرعب وينزلون له اياه، شو رايك انت بالقصة؟ عنا هيك ما في هالشيء هذا. ما في عنا؟ لا. بلا عنا عم يساووا هذا الشيء. هذا الشيء غلط والله. بالنسبة لنا شيء غلط هذا. لا والله، من غير روب صايرين روب نحن. ارت. انت إذا فتحت الانستغرام تبعك، عندك انستغرام أكيد ما، إذا فتحت الانستغرام تبعك شفت حدا نزل هيك صورة، شو بيكون ردة فعلك؟ اللي شغلي حلوة عكس اين هي، لانه بوقتها فاي انا برايي انه هي شغلة كتير حلوة يعني. حلوة شخصية يعني، انا هلا شو ما عملت ما حدا له دخل فيني. هذا العيد الهالوين مثل عيد الشجرة يعني، سمى عيد الشجرة، حظر الموقع مزبوط. حتى لو مثلا شخص فلا، في اشخاص كثير عم يتمكيجوا مكياج غلط ويحطون لنا اياه انه عم يحتفلوا بهذا العيد، شو رايك انت؟ لا انا ما بفهم فيه كثير، لانه ما بعرف يعني، ما بيخصنا نحن يعني كعالم، شو ما بعرف انه كيف عالم. مثل هاي الصوره مثلا، انت اذا بتشوف هاي الصوره شو بيكون ردت فعلك؟ هلا انا بالنسبه لي بعلق له فورا. يعني شو تعلق له؟ تحشيكات يعني، شو بتسبه يعني؟ اي والله بسبه يعني. هو شيء مختلف عن عاداتنا وتقاليدنا بصراحه، مو لنا. رسمنا بالقصور واحتفلنا بالهالوين، قلت له نعم. هلا في عنا روضات بصراحه بيحتفلوا. اوكي، شو صار؟ بيطبخوا يقطيني بلبن. اذا التقليد صار هذا كثير منتشر، كثير مرعبة وبشعة، ما حلوة أبداً.